خلينا نروح معاكم بقى ونكمل بقية أخبارنا. في الوقت اللي القوات المسلحة المصرية بتقوم فيه طبعا بمواجهة خطر فيروس كورونا على أكثر من صعيد، كمان بتقوم بدورها في حماية حدود مصر من أي خطر، امبارح أعلنت القوات المسلحة عن جهود قوات حرس الحدود لمواجهة العناصر الإجرامية، وبالفعل وجهت ضربات قاصمة للمهربين والمتسللين اللي بيستهدفوا الإضرار بالأمن القومي المصري. تفاصيل أكتر عن نتائج العمليات على كل المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية يمكن هتشوفها مع حضراتكم في التقرير الجاي. تزامناً مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم اكتشاف وتدمير 10 فتحات لأنفاق بشمال سيناء، وضبط عدد 7 بنادق قناصة و6 بنادق آلية وعدد 2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدسات عيار 9 ملي، فضلا عن ما يزيد على 300,000 طلقة مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 4 أطنان ونصف طن لجوهر الحشيش المخدر، و3,500,000 قرص من المواد المخدرة، و54 طن لنبات البانجو، و46 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدرة. كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة، والتي تمكنت من اكتشاف وتدمير 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء، تقدر بمساحة 93 فدانا و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فدانا. و2434 كيلوغراما من بذور البانجو والحشيش المخدر. كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوي على 7 مكابس لخام الحشيش. كما تم ضبط 14 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و880 جهازا تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من 71 طنا من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، و77 كيلوغراما من المشغولات الفضية، و228,000 قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 122,000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، نجحت قوات حرس الحدود في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 4,710 أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. كما تم التحفظ على عدد 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. يأتي ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة. مجهود ضخم وكبير، لأنه الحقيقة كمان احنا في توقيت صعب، ومع ذلك مصر صحية وواعية وحدودنا منضبطة زي ما حضراتكم شفتوا، وبتستمر كمان معركة مقاومة الفيروس سواء كان فيروس كورونا أو فيروس الإرهاب والإجرام،
ومش بس كمان دي المعركة اللي بتستمر، لكن معركة البناء كمان مع المقاومة بتستمر. ويمكن هنقول لكم